عليكم حبابي صحابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم، اموركم، احوالكم، وليداتكم، عائلاتكم، كل شيء يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا، يوم جديد، فيديو جديد وموضوع جديد باذن الله عز وجل. مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناتي وقناتكم فاطمة الزهراء زياد، القناة المتخصصة في كل ما يتعلق بالمكملات الغذائية والمنتوجات التجميلية المتواجدة في الصيدلية وشبه الصيدلية. مرحبا وألف مرحبا. اليوم في هذا الفيديو اختاريت نهضر لكم على واحد المشكل اللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس، خصوصا في هذا الوقت وفي هذا الزمان، واللي هو لو ستريس والأعصاب وقلة النوم. جبت لكم واحد المكمل غذائي اللي غادي يهنيكم من هاد المشاكل. عرفتي هاد المكمل الغذائي اشنو هو؟ اللي هو المانيزيوم، الحل بزاف ديال المشاكل الناس. هاد لو ستريس والاعصاب وقلة النوم راه كتدي بالصحة ديالنا للهلاك بكل معنى الكلمة. لهذا خصنا نردوا البال لهاد النقطة. هاد المانيزيوم كينفع بزاف في هاد الحالات، غادي نعطيكم عليه جميع المعلومات، كيفاش كيتستعمل، الثمن ديالو، شحال في الباكي، شحال المده اللي خصو يتستعمل، شكون الناس اللي يقدروا يستعملوه، شكون الناس اللي ما يقدروش يستعملوه. بزاف ديال المعلومات غادي نعطيكم على المانيزيوم اليوم. لهذا خليكم معايا، تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخير باش تستافدوا، وبارطاجيو الفيديو باش الناس يشوفوا ويستافدوا ونكسبوا معاهم اجر انا وانتوما، علاش لا. واللي عجبو الفيديو ما ينساش يشترك في القناه عبر الضغط على زر سبسكرايب او لابوني ويفعل الجرس باش دائما يبقى يوصلكم الجديد. لايك 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 لايك، ولا عندكم اي تساؤل خليه لي في لي كومونتير. وقبل ما نبدا هذا الفيديو، واحد الحاجه اللي كنبدا بها لي فيديو ديالي كاملين، نكسبوا واحد الاجر بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. وحتى نتوما كتبوها في التعليق باش يكون لكم الاجر باذن الله عز وجل. ندوزو لموضوعنا اليوم، غادي نهضروا كيف قلنا على المكمل الغذائي المانيزيوم. المانيزيوم لايش كيصلح، فايش كينفع، اشنو هو المانيزيوم، كيفاش كيتخاد؟ اول حاجه قلنا اللي غادي نبدا لكم بها هي المانيزيوم لايش كيصلح. المانيزيوم كيليق الناس اللي كيعانيو من التوتر، من الاعصاب، من قله النوم، الاكتئاب، الضغوطات النفسية، القولون العصبي. المانيزيوم كيليق حتى الناس اللي كيعانيو من القولون العصبي، الناس اللي كيعانيو من الدقات ديال القلب اللي هما مرتفعة، الناس اللي كيعانيو من تساقط الشعر بسبب التوتر اللي ناتج من التوتر، الناس اللي كيعانيو من ارتفاع الضغط الدموي كيعاونهم، الناس اللي عندهم داء السكري مرتفع حتى هو كيعاونهم، ما كيخليهمش مستريسين حيت راه السكر هو من لو ستريس ومن الاعصاب راه كيزيد يطلع بزاف. الناس اللي كيعانيو من عدم التركيز حتى هما غادي ينفعهم المانيزيوم. الناس اللي كيعانيو من الكلاكاج، ما يسمى بالتشنجات العضليه اللي كيتشدوا عليهم رجليهم ولي ميسكل هكا، كيعاونهم بزاف. الناس اللي كيعانيو، عرفتوا هذاك اللي كيجي كيقول لك عينك كتبقى ترفرف بزاف، هذيك حتى هي من نقص في المانيزيوم. والناس اللي كيعانيو من الارهاق، شوفوا هذا المكمل الغذائي ديال المانيزيوم لايش كيصلح، بزاف الناس غادي يقدر ينفعهم. وما تنساوش بان لو ستريس والاعصاب راه كيقدروا يؤديو بالصحه ديالنا كيف ما قلت لكم للهلاك، كيقدروا يؤديو بالصحه ديالنا نوليو كنعانيو من امراض اللي هي مزمنه، امراض اللي هي خطيره، يقدر يؤدي بينا للسرطان. الله يحفظ الباس والله يحفظكم ويحفظ لكم عائلاتكم. يقدر يؤدي بينا للضغط، ارتفاع الضغط الدموي، طونسيون، ارتفاع نسبه السكر بالدم. يعني هاد لو ستريس وهاد الشيء راه كيقدر يؤدي بينا لشي حوايج اللي هما خايبين وبزاف. لهذا الناس اللي كيعانيو من بحال هاد المشاكل اللي ذكرت، من الاحسن يلجأوا لفارماسي وياخذوا اي مانيزيوم. انا ما كنديرش اشهار لشي اسم ديال المانيزيوم، انا غادي نعطيكم واحد كمثال بانكم تشوفوا، ولكن راه اي مانيزيوم تقدروا تستعملوه حيت كله تقريبا راهم بحال بحال. وحاجه اخرى، تخيلوا معايا نهار واحد الا ما نعسناش اولا يومين كيفاش كنحسوا بالصحه ديالنا، بالارهاق، بالعياء، بالتعب، كنوليو ستريسين، ما قادرينش نخدموا، عندنا الخدمه كثيره. هادشي بحد ذاته راه كيأثر على الصحه ديالنا وعلى النفسيه ديالنا. لهذا كيف ما قلت لكم، الا كنتو كتعانيو من هاد المشاكل اللي ذكرت انا دابا،
من الاحسن تلتجئوا لفارماسي وتاخذوا اي مغنيسيوم. اي مغنيسيوم غادي ينفعكم، غادي يعاونكم بزاف. من الاسبوع الاول غادي يبان لكم الفرق، غادي تحسوا براسكم كترتاحوا احسن من قبل، ما غاديش يبقى دوك لو ستريس، غادي توليو تنعسوا مزيان. لو فيت ان الانسان ينعس مزيان ما غاديش يبقى حاس بهذاك العيا وهذاك الارق وهذاك التعب ولو ستريس والاعصاب. حتى قله النوم راه كتقدر تؤدي بينا لهاد المشاكل. لهذا غادي نجبد لكم واحد المغنيسيوم واللي هو هذا. انا نعطيكم مثال بحال هاد غولاكسيوم فريمون زويون. ما كنقولش لكم على تاخذوا غولاكسيوم، تقدروا تاخذوا اي مغنيسيوم حيت كلهم بحال كيتختلفوا غير في الدوزاج. انا غنشرح لكم كل دوزاج وكيفاش خاصو يتخد. كاين هذا غولاكسيوم 150 ميلي غرام، وكاين هذا غولاكسيوم 300، سمحوا لي هذا قلنا 150 ميلي غرام، وهذا غولاكسيوم 300 ميلي غرام، وكاين هذا اللي هو اجد واحد فيهم غولاكسيوم 375 ميلي غرام. يعني هادو بلي 3 بيوم راهم بحال كيتختلفوا غير في 150 375 اللي خفيف واللي مجهد، وكل واحد على حسب الحاله ديالو يقدر ياخذ الواحد اللي بغى فيهم، ما كاينش فيهم مشكل. المهم اول حاجه بالنسبه للمغنيسيوم، طريقه الاستعمال ديالو كيتخد مره واحده في اليوم في المساء، يستحسن يتخد قبل ما يبغي ينعس الانسان بواحد جوج سوايع، مع ديك 7 8 6 7 8 يتخد حبه واحده في المساء. كاينين الناس اللي كيكونوا ستريسين ومعصبين بزاف يقدروا ياخذوا الصباح، ما كياثرش عليهم بزاف، ما كيرخيهمش بزاف حيت كيكونوا ديجا اصلا هما معصبين بزاف. ولكن الا كان شي واحد اللي معصب غير شي شويه ومستريس غير شي شويه، الا خدا هذا راه غادي يقدر يرخي ويجيب ليه النعاس في الصباح. لهذا علاش كننصحوا به دائما يتخد في الليل. اول حاجه اللي ذكرت لكم عليها هي علاش كيصلح المغنيسيوم. ثاني حاجه ذكرنا طريقه الاستعمال ديالو، وثالث حاجه اللي غادي نهضروا عليها دابا واللي هي مده الاستعمال. بالنسبه للمغنيسيوم كتاخذوا حبه واحده في اليوم لمده 20 يوم وتحبسوه 10 ايام، تعاودوا تاخذوا مده 20 يوم وتحبسوه 10 ايام، مده 20 يوم وتحبسوه 10 ايام، 3 شهور. كتبقاو دائما في هذاك الشهر كتاخذوا 20 يوم وتحبسوه 10 ايام، كتبعوه المده ديال واحد 3 شهور، كتحسوا براسكم واحد الفرق شاسع قبل كيف كنتو ومن بعد ما استعملتوه كيف وليتو. من بعد الاستعمال ديالو باسبوع كيبدا يبان لكم الفرق. المهم كيف قلنا طريقه الاستعمال ديالو مره واحده في اليوم. وبالنسبه سمحوا لي هذا نسيت 150 كيتخد وحده في الصباح وحده في الليل، 300 هذا 150 كيتخد حبه الصباح وحبه في الليل، وبالنسبه لهذا اللي 300 و 375 كيتخد حبه واحده في الليل، ماشي بحال هذا 150 كيتخد حبه في الصباح وحبه في الليل، هذا حبه واحده في المساء زعما في النهار. وطريقه الاستعمال ديالو راه شرحتها لكم، مده الاستعمال شرحناها. دابا غادي ندوزو المكونات ديالو. المكونات ديالو كيتكون من جوج المكونات واللي هما هادو، ما عرفتش واش يبان لكم ولا لا. فيه المغنيسيوم وفيتامين بي 6، المغنيسيوم وفيتامين بي 6 فريمون دو كومبوزون راه كيعاونوا بزاف، غير استعملوه راه غادي تحسوا بالفرق باذن الله عز وجل. شكون الناس اللي ما يقدروش يستعملوا المغنيسيوم؟ ما كاينينش ناس اللي ما يقدروش يستعملوا، يقدر كلشي يستعملوا ما عندوش اعراض جانبيه، الا بالنسبه للاطفال ما غاديش ياخذوا جيلين وغادي تعطيوهم دي سيرو كينسيرو، بالنسبه للكبار كياخذوا دي جيلول على هذا الشكل. انا النساء الحوامل اللي ديما كنحطهم بوحديتهم من الاحسن يستشيروا مع الطبيب، من الاحسن هو راه ما فيش اشكال كيعطيو اطباء النساء الحوامل، ولكن يستحسن تكون استشاره مع الطبيب ديالك يكون احسن بكثير، هو اللي عارف شنو اللي خاصكي تاخذي وشنو اللي ما خاصكيش تاخذي. غندوزو للثمن ديال هذا المكمل الغذائي. بالنسبه لهذا اللي فيه 375 كيكون هو اللي مجهد فيهم كاملين، كيدير 99 درهم، الباكيه فيها 30 حبه. 300 ميلي غرام كيدير 87 درهم واللي فيه 30 حبه. وكاين هذا لي 150 حتى هو كيدير 87 درهم ولكن فيه 60 حبه، حيت كيتخد حبه الصباح حبه في الليل باش كيدي المده ديال 30 يوم. غير هادو باش ننصحكم كيف ما قلت لكم، هادو كتقدروا تاخذوا فيه جوج باكيات، يعني 20 يوم في 20 يوم في 20 يوم كتحبسوا ديك 20 كتكون 60 حبه، يعني 30 في 30 راها كافيه. بالنسبه اللي غادي ياخذ 375 حيت فيه 30 حبه ما ياخذش هذا باش يطلع عليه رخيص، حيت غادي ياخذ 20 يوم في 20 يوم في 20 يوم وتحبسوا ديك 10 ايام، كتجي هذيك 60 يوم اللي خاصو يستعمل اللي هي مفرقه مجمعتها لكم العدد الايام 90 60 يوم. ما تاخذوش هذا الباكي ديال 30 حيت غتطلع لكم شويه غاليه، حاولوا تاخذوا
الباكي ديال 60، حيت هاد 375 فيه الباكي ديال 60 كتاخذوا غير وحده كتديكم هذيك 3 شهور كامله، 20 في 20 في 20 يوم، كتحبسوا هذوك 10 ايام راها كافيه. هذه واللي الثمن ديالها سمحوا لي كدير غير 139 درهم. الا خديتي جوج من هادو 30 30 غادي تجيك 198 درهم، ولكن الا خديتيهم بجوج مجموعين في البواطه ديال 60 غادي تجيك غير 139 درهم. لهذا انا كنصح بهذه كتكون اقتصاديه. وشنو صافي هضرنا على كل شيء، نتمنى ما نكون نسيت حتى شي حاجه وتكونوا استفدتوا. ولا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش بارطاجيو لا فيديو، لايك 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 لايك، وخليوا لي دي كومونتير الا احتجيتوا نهضر لكم على اي مكمل غذائي او اي منتوج تجميلي متواجد في الصيدليه او لا شي بصيدليه. مرحبا والف مرحبا بجميع تساؤلاتكم بجميع تعليقكم، انا راني شارتكم، خليت لكم الراحه، نتلاقاو في فيديو جديد وموضوع جديد. باي باي.